عقد المدير العام للجمارك اللواء عبد المجيد الرحامي مؤتمرا صحفي الثلاثاء، تحدث فيه عن الدور الذي تقوم به الدائرة في المحافظة على الاقتصاد الوطني من خلال إيقاف عمليات التهريب وكشفها. ما نقوم فيه هو عملية تسهيل التجارة، سواء كان تسهيل التجارة على أعلى درجة منها، ومن ثم مراقبة هذه التجارة حفاظا على أخوان المواطنين، حفاظا على تجارة هذا البلد، حفاظا على الصناعة المحلية، حفاظا على السوق المحلية، حفاظا على المستهلك، حفاظا على الدولة وخزينتها، حفاظا على كل ما يتعلق في الأمور المالية والصحية والتجارية في هذا البلد. الرحامني كشف خلال المؤتمر عن قيام دائرة الجمارك بمصادرة نحو 200 ألف كروز دخان خلال شهر ونصف، وأن الكميات تم ضبطها على معابر حدودية ومن خلال دوريات الدائرة وفي محال تجارية. دائرة الجمارك لها دائرة استخبارية تتعامل مع العديد من الدول، تصلنا كثير من المعلومات عن الحاوية مجرد ما طلعت من بلادها، أنه هذه الحاوية فيها مواد محددة أو معينة ممكن يعني تراقب. عند وصول هذه الحاوية إلى ميناء مثلا، نفترض أنه بدها تيجي إلى العقبة، عند وصولها إلى العقبة يتم بغض النظر هذه الحاوية سواء كانت جاءت عنها إخبارية أو ما جاءت عنها إخبارية، يتم مرورها من خلال أجهزة الإكس راي حتى نتأكد أنه ما فيها أي بضاعة ممنوعة إلى الأردن. هذه ومن ثم إذا كانت أعطت أي معلومات على أنه لابد من معاينة هذه الحاوية، يتم معاينتها وتسهيل تجارتها وخروجها من الميناء بأسرع وقت نستطيع فيه، أنه نخرجها منضبطة وخلال تجارة سهلة. الرحامني بيّن أن نحو 75% من عمليات تهريب الدخان تتم من الحدود السورية، مؤكدا أن الدائرة ستكثف حملاتها على الدخان المهرب. إنه دائرة الجمارك كما تحدثت أنا في البداية، إنه إحنا معنيين في دائرة الجمارك على عملية تسهيل ومراقبة التجارة الداخلة والخارجة إلى الأردن. عملية تسهيل ومراقبة التجارة الداخلة والخارجة لهم أمرين متناقضين تماما، أنت بدك تسهل عملية وبدك تراقبها بنفس الوقت، ولكن استطعنا بفضل الله بدائرة الجمارك أن نتوصل إلى درجة عالية من المصداقية والموثوقية والاعتمادية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الداخلية عندنا في الأردن، حتى نستطيع أن نسهل التجارة لأعلى درجة ممكنة، وهذا شيء موثق الآن، وستلاحظون إن شاء الله في المستقبل عندما يتم تطبيق كثير من البرامج اللي إحنا الآن نخطط لها، وخاصة ما يسمى ببرنامج النافذة الوطنية في تسهيل التجارة. سيلاحظ التاجر وسيلاحظ المواطن أنه حركة انسياب التجارة داخل الأردن حركة سهلة وعالية. إذا تحدثنا عن عملية المراقبة، هذه المراقبة ماذا نعني بالمراقبة؟ لماذا نراقب؟ لماذا يتم عملية مراقبة للبضائع الداخلة للأردن؟ عملية المراقبة للبضائع الداخلة للأردن حتى نستطيع أن نتأكد من أن جميع البضائع أو التجارة داخل الأردن هي ضمن المواصفات الأردنية، هي ضمن المواصفات العالمية، هي ضمن ما هو مسموح استهلاكه للمواطن الأردني بجميع أشكاله. إذا تحدثنا عن هذا الموضوع ندخل في باب يسمى باب التهريب. إذا تحدثنا عن الرقابة نسمى باب التهريب. المهرب لماذا أي إنسان يسعى إلى التهريب؟ يسعى إلى التهريب حتى ينفذ من تطبيق التشريع. يعني أي مادة تقول لي شيء إيش المواد المهربة، أقول لك أي مادة تدخل من خلال الأردن أو إلى الأردن أو تطرح في السوق المحلي وهي تخالف التشريعات المعمول فيها، هذا المعنى العام لها أي مادة. ولذلك إحنا بدائرة الجمارك في المعابر الحدودية لا نعمل لوحدنا، إحنا نعمل من خلال مجموعة من المؤسسات الوطنية التي تستطيع أن تحكم على كل مادة أن هذه المادة ضمن المواصفات الأردنية. ولذلك إحنا نذهب لمن؟ لدائرة المواصفات والمقاييس. إذا في الغذاء مؤسسة الغذاء والدواء، إذا أمورها علاقة بالزراعة نذهب إلى أخواننا المندوبين وزارة الزراعة، إذا في الطاقة نذهب لمندوبين المسؤولين عن وزارة الطاقة، إذا شيء له علاقة بالإشعاع نذهب إلى أخواننا المسؤولين عن الإشعاع النووي اللي يدخل إلى البلد. هذه كل هذه الأمور، أو حتى وزارة الصحة كمان في إخوان من وزارة الصحة، فكل الأجهزة حوالي على الأقل 6 أجهزة حكومية موجودة في المعابر الحكومية نعمل نحن وإياها على التأكد من صحة هذه المواد. وتسعى دائرة الجمارك من خلال عملها الدؤوب بالمحافظة على مقدرات الوطن من خلال منع عمليات التهريب ومتابعة المنتجات المتواجدة في الأسواق من خلال كوادرها. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.